تكشف مصادر مطلعة عن مطالبة الحكومة الصينية من نظيرتها العراقية حماية خاصة وضمانات موثوقة لتوفير حماية كاملة للشركات الصينية التي وقعت عقود كبيرة لتنفيذ مشروعات بقطاعات متنوعة في العراق. المسؤولون الصينيون أبلغوا عبد المهدي أن هناك ابتزازات مالية متوقعة من قوى سياسية عراقية تطلب نسبة من الأرباح من الشركات الأجنبية العاملة في العراق تصل في أحيان كثيرة إلى نصف الأرباح، موضحين أن تلك الابتزازات تمارس سيطرة الحكومة للحفاظ على سياسة الاستيراد المفتوح عكس المصلحة العراقية في تدوير عجلة الاقتصاد المحلية.